بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة 12 من أسلوب الاستفهام. طبعا هاي المحاضرة هي المحاضرة قبل الأخيرة من موضوع أو أسلوب الاستفهام. بالمحاضرة الأخيرة زين راح أخذ أمور قوية يعني وزاريات قوية حتى إن شاء الله نكمل المنهج الخاص بأسلوب الاستفهام. طلاب اليوم محاضرتي عليها من درجة إلى درجتين بالامتحان الوزاري، من درجة إلى درجتين بالامتحان الوزاري. غالباً ركزوا بكلمة غالباً تكون قابلة للترك. غالباً تكون قابلة للترك. ليش؟ مثلاً 2021 الدور الأول جابوها مو قابلة للترك، لازم الطالب يجاوب عليها. زين؟ وسبحان الله جابوها وين؟ جابوها نفس السؤال اللي انا حاله بالمراجعه المركزه مالتي مال 2021. بالمراجعه المركزه مال 2021 حليت لي مثال ركزت عليه هواي، جابوه نفسه يعني نفسه بس شويه اختلاف بسيط وين؟ بالاسئله مال 2021. فمو معناها ان تتركون هاي المحاضره والله بلكت انه يجيبوها من قابل للترك، لا لازم تضبطوا لي اياها. هاي المحاضرة شو تقول؟ تقول استفهم عما تحته خط. ينطيك سؤال، ينطيك بيت شعري مثلا، شو يقول لك؟ ينطيك خط مثل هسه هاي، ينطيك خط يقول لك استفهم عما تحته خط. استفهم عما تحته يعني هذا الكلمات استفهم لي عنها. زين شنو معنى استفهم لي عنها؟ يعني جيب لي أداة استفهام مناسبة. أداة استفهام يا هي أدوات الاستفهام أخذناها، كيف وأين ومتى وأيان ومن وما، بعد هل والهمزة، ذني أدوات. زين مرة لا هو شي يقول، مرة يقول بالامتحان هاي كتبوها بالدفتر مالتكم، مرة شي يقول، مرة يقول استفهم عما تحته خط باسم استفهام مناسب. اسم استفهام شنو معناه؟ يعني يا أما المجموعة الأولى يا أما المجموعة الثانية، بعد هل والهمزة شبيهة ما تشتغل عندي. زين إن شاء الله. زين خطوات الحل شلون؟ راح اطبق لك خطوات الحل على الامثله. زين راح اطبق لك خطوات الحل على الامثله. خلنا ناخذ المثال الاول 2012. دمي مهدور لليلى، دمي مهدور لليلى. حبيبي منطيك هاي الكلمه قايل لك استفهم لي عنها. خطوات الحل، اولا اتباوع لي على هاي الكلمه. اتباوع لي على من؟ على هاي الكلمه. شوف لي اياها هاي الكلمة شنو؟ عاقل، اسم عاقل، غير عاقل، هي تدل على الحال، مكان، زمان. شوف لي اياها هاي ليلى. ليلى شنو؟ ليلى عاقل، صح لو مو صح؟ انسان عاقل. خوش، ما دام انسان عاقل حبيبي وانت مغمض جيب لي من؟ جيب لي اياها هي، جيب لي من؟ متفقين هسه؟ ان شاء الله متفقين. هاي لي ليلى منين متكونة حبيبي؟ متكونة من اللام زائدا شنو؟ زائدا ليلى، مو صح؟ هاي اللام نفسها جيب لي اياها هنا، صارت شنو؟ صارت لمن، لمن. زين هاي تنزل نفسها، هاي تنزل نفسها مع تغيير بسيط. شنو هذا التغيير البسيط؟ ركزوا وياي. هو السؤال شو يقول؟ يقول استفهم عما تحته خط، يعني انا راح اسال وهاي الجمله راح تكون هي الجواب. انا راح اسال هنا والجمله تكون هي الجواب. شلون يعني؟ يعني انا صوروا انت قدامك انسان، صديقك او صديقتك قدامك، يابه تسالينها تقولينها لمن دمي مهدور، لو تقولينها لمن دمك مهدور، شنو؟ لمن دمك. انا اسال لي واحد والمقابل هو اللي جاوبني، فانا اقول له لمن دمك مهدور. شلون يعني؟ لمن دمك مهدور. هذا الضمير غيرته، كان هو يقول دمي مهدور، هو باعتباره هنا جاوبني هو، يعني قلت لك انت وصاحبك اساله، قل له لمن دمك مهدور، هو ايش راح يجاوبك؟ يقول لك دمي مهدور لليلى. واضح حبيبي؟ ان شاء الله واضح.
استاذ يعني هاي حاسبون علي اهمال، دمك مهدور. يعني فرضا طالب قال لمن دمي مهدور. هو حبيبي اهم شيء بهذا السؤال بهاي الصيغه انه استخدام اسم الاستفهام المناسب. يعني انت من قلت له لمن هو انطاك صح. زين هي عليها درجتين او درجه، اذا عليها درجه ينطيك صح ما عندي اشكال، اذا عليها درجتين يبقى حسب المصحح. مره مصحح يقول لا المفروض يقول لمن دمك مو دمي، واكو مصحح لا يعبرها يقول صحيح. انا ما بدك يعني تعتمد على بلكت لا، انت وياي يكون تضبط لي الماده. اريد تاخذ 99 بزودك، بس راح يقول لي ليش مو 100؟ 100 صعبه ما تنوخذ بالعربي. زين اريد 99 تكون تاخذها بزودك، هاي مال البلكت عوفه. افهمني السالفه، خلنا نطبق على النقطه الثانيه وشوف السالفه شلون سهله. افنيت دهرا في انتظار احبتي، وين قلت لكم اباوع؟ اباوع على هاي الكلمه. زين هاي الكلمه شنو؟ مو باوع على حرف الجر، هذا هنا حرف جر وهنا حرف جر ما عليه بيه، انا باوع على الاسم انا. زين هذا الاسم شنو؟ عاقل غير عاقل مكان زمان غير عاقل مبين، هذا شنو؟ هذا غير عاقل. زين وهذا شنو؟ هذا عاقل. غير العاقل منو استخدم له؟ استخدم له ما، مو احنا اخذناه ترى الدلالات، يعني الحال استخدم له كيف. العاقل من، غير العاقل ما، الزمان متى، المكان اين. زين خش اجيب ما. زين حرف الجار نفسه شو اسوي؟ انزله. خش راح تصير في ما، صح ولا مو صح؟ زين تتذكرون شو معلمكم انا؟ قلت لكم هذا اسم الاستفهام الما اذا سبق بمن، اذا سبق بحرف جر شو يصير به؟ احسنت، هاي الالف تنحذف. من اخذنا فيما وعلامه وبما، ايش قلت لكم؟ قلت لكم الما ايش تنعرب؟ نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر وحذفت الالف للتخفيف تمييزا لها عن بقيه انواع ما. فانت هنا كنت تحذف لي اياها حبيبي، فش راح يصير الكلام؟ هذا اعتبره ما موجوده، راح يصير الجواب هذا اكس. ايش راح يصير؟ راح يصير فيما، خلي فتحه. هذني من تحذف الالف تخلي فتحه، فيما علامه بما تخلي فتحه. زين فيما، زين شو اقول له؟ اقول له فيما افنيته، لو افنيته افنيته افنيته. انا اساله شو اقول له؟ اقول له فيما افنيت دهرا، ايش راح يقول لي هو؟ يقول افنيت دهرا في انتظار احبتي. يعني الصعوبه وين؟ الصعوبه بس بهذا، بهاي الضمائر من تتغير. يعني تصوروا انه انسان قدامكم قاعد تسالونه، يعني ماكو انسان يسال نفسه ويجاوب، بس المخبل صح لو مو صح، بس الانسان المو عاقل يقول انا راح اسال نفسي واجاوب، ماكو شيء. الانسان لازم يسال لفت شخص والشخص هو اللي يجاوبه، صح لو مو صح؟ فانا شو راح اقول له؟ اقول له فيما افنيت دهرا، فيما افنيته، هو شو راح يقول؟ افنيته، يعني هذا ضمه هنا شنو؟ هنا فتح. زين؟ ان شاء الله زين. استاذ يحاسبون عليها؟ قلت لك اذا عليها درجه ما يحاسبون. لانه ما اهم شيء عندهم هاي اسم الاستفهام سويت له انت. زين اذا عليها درجتين يبقى حسب المصحح. زين رحلت وانت للعلياء صاد. ركز وياي، كل ما تشوف لي هاي الواو، كل ما تشوف لي هاي الواو وياها جمله، هاي الجمله شو يسمونها حبيبي؟ هاي الواو يسمونها واو الحاليه. شو يسمونها؟ واو الحاليه. وهاي الجملة يسمونها جملة حال، جملة حال، حالية وحال، يعني أنا استخدمها أكيد كيف، فراح أقول شنو؟ راح أقول كيف، كيف رحلت. خلاص زين إن شاء الله زين. النقطة الرابعة هم وزارية، فهي تمشي مشية العروس. ركز وياي، إيش قاعد تشوفون بالجملة؟ فهي تمشي مشية، شنو هاي؟ الفاظ مشابهة، صح ولا مو صح؟ تمشي مشية، أي منقلب ينقلبون، يعني يا هي، أكيد المفعول المطلق، المفعول المطلق يا حبيبي قلك استخدم لي يا هي، استخدم لي أي،
زين. أي شنو تحتاج؟ أي تحتاج مضاف إليه. زين. شو راح نقول؟ هاي المشية نجيبها هنا. مو أنتم ركزوا. المضاف إليه ترى هو اسم أو ضمير. يعني ما يجي فعل، ما يصير تقول أي تمشي، ما يصير هذا الشيء. قلت لكم علمتكم عليه. المضاف إليه هو لو اسم لو ضمير. أي مشية تمشي. حبيبي هاي أي متى تعرف مفعول مطلق؟ خلوه فوقها فتحة. تنعرف مفعول به خلي فوقها فتحة. مبتدأ أو مبتدأ أو خبر خلي فوقها ضمة. زين. فنش نقول؟ نقول أي مشية تمشي. هنا خلي تنوين كسر لأن مضاف إليه مجرور. واضح يا دكتور عيني؟ إن شاء الله واضح. هستابعوا وياي بالصبورة الثانية. هم راح أخذ أمثلة جديدة. يلا يا حبيبي عندنا الصبورة الثانية. الصبورة الثانية أيضا عندنا أسئلة وزارية وراح نطبق عليها هاي الشغلة. طبعا هذا السؤال هذا النمط مو كل سنة هو يجي. لذلك أنتم راح تشوفون عليه أسئلة وزارية شوية قليلة. مو مثل يعني إعراب أسماء الاستفهام وخصائص الهمزة وهاي السوالف. زين. بس أرجع وأقول إنه السؤال ممكن يجيكم واجب يعني واجب عليكم بالامتحان وزارة جابونه. زين هو سؤال سهل يعني مو ذاك الصعوبة. موهوبين يقول ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. عندنا ثلاث شغلات لازم نستفهم عنها. استاذ يعني طبيعي كلش طبيعي يعني مرة ينطق شغلة وحدة نستفهم عنها مرة شغلتين مرة ثلاثة. زين شلون نجاوب احنا كل وحدة نجاوب عليها ونخلي فاصلة ونجاوب ونخلي فاصلة وهكذا. زين نجي وحدة وحدة. نباوع على الاسم اللي فوق الخط. هذا شنو الفتى؟ أحسنت اسم عاقل. زين راح أقول من؟ أكو قبل حرف جر؟ لا ماكو. يعني بعد ما جبنا حرف جر. يعني أنت مو تأخذ قاعدة كل يعني قبل جيب لي حرف جر. لا إذا أكو حرف جر جيبه. إذا ماكو لا تجيبه. زين خوش. من؟ شنو نقول؟ نقول من طعن أقرانه. حبيبي طعن فعل الفاعل يا هو الفتى. الفتى ماذا طعنه؟ طعن أقرانه. احنا تعلمنا نسأل عن المفعول به بمن بماذا. أقرانه مفعول به فنقول من طعن أقرانه. جواب الفتى هو اللي طعن أقرانه. هو قاعد يقول استفهم عما تحته خط بحيث هذا اللي فوق الخط يكون جواب سؤالك انت. هذا القصد. زين فارز بالرأي هنا شنو؟ هنا الرأي اسم غير عاقل صح لو مو صح. فنقول شنو نجيب ما. زين عندنا شنو؟ عندنا باء. نرجع ملاحظتها من ساعة. اذا عندنا ما وقبلها حرف جر شو نسوي الالف؟ نمسح الالف. فش يصير؟ يصير بمه. بمه تمام. شو نقول؟ بمه طعن الفتى أقرانه. هي وين صعوبتها؟ صعوبتها بس هاي التكملة. بمه طعن الفتى أقرانه بالرأي. طعنهم بمن؟ بالرأي. زين قبل تطاعن الأقران. حبيبي هاي قبل وبعد بني دلن. قبل بني دلن على الزمان. دلن على من؟ على الزمان. فاستخدم منه يعني متى راح أجي أقول متى طعن الفتى أقرانه بالرأي. ها كيف ننزله؟ متى طعن الفتى أقرانه بالرأي؟ جواب قبل تطاعن الأقران. سهلة ترى مو ذي الصعوبة. زين بس كون تفكرون بهاي هنا. هاي اللي هنا تعتمد على الجملة مالتك شلون ترتبها. زين هي عليها درجة ديروا بالكم عليها. يعني النقطة الثانية عددنا له 26 حجة فلما توفاها استوى سيدا ضخما. جواب حبيبي 26 على من يدل؟ يدل على العدد. على شنو؟ يدل هذا على العدد. العدد حبيبي استخدم لك كم؟ اسمع يقول كم كتابا عندك؟ اي ما يدل هنا على العدد صح لو مو صح؟ خوش. فنا شنو نسوي؟ نجيب منه؟ نجيب كم. زين كم شكو وراها؟
أحسنت، تمييز. هذا التمييز راح نجيبه، نقول كم حجة عددتم له. سوينا واحد، جبنا كم، لأن هذا دل على العدد. زين، جبنا تمييز. التمييز شنو التمييز؟ التمييز هو اسم منصوب أو اسم مجرور، قلت لكم إذا كانت خبرية، بس هي استفهامية هنا، لأن هو قاعد يقول استفهم. استفهم يعني جيب كم استفهامية. زين، يعني أنتم خذوها قاعدة ملاحظة تنقل بالدفتر، كل ما يقول استفهم عما تحت الخط وردت تجيبون كم، التمييز وياها منصوب دائما، لأنه قاعد يقول استفهم يعني كم استفهامية. زين، جبنا التمييز. زين، شو عرفنا هذا التمييز؟ أولا هو اسم منصوب، ثانيا هو مستحيل يجيني فعل ولا شبه جملة. التمييز علمتكم عيانة، مستحيل لا فعل ولا شبه جملة، فهذا هو الاسم. زين، كم حجة، هو شو يقول؟ يقول عددنا. أنا قاعد أسأله، أقول له كم حجة عددتم، هو راح يجاوبني شو يقول لي؟ يقول لي عددنا له ستة. واضح حبيبي؟ هي بس هاي شوي، هاي شغلة مالتنا. فنقول كم حجة عددتم له، راح يجاوبني عددنا له 26. يعني السالفة بس بالضمير تغيرون شوية. زين حبيبي؟ زين، النقطة الثالثة، النقطة الثالثة جواب، يقول اصحب ذوي الفضل وأهل الدين فالمرء منسوب إلى اليقين، القرين العفو، فالمرء منسوب إلى القرين، إلى القرين. زين، أباوع علي فوق الخط، على من يدل القرين؟ على العاقل أكيد. شنو القرين؟ يعني الصاحب. القرين هو الصاحب، يجي بمعنى الخليل صاحب، القرين صاحب. زين، خوش. فهنا شنو نقول؟ نقول من نجيب؟ أحسنت، من حرف الجر نزل نفسه، نقول إلى. إلى من؟ إلى من؟ إلى من المرء منسوب؟ انتهت. إلى من المرء منسوب؟ ها، مو زال هاي النقطة. زين، أكرم هذا العيد تكريم شاعر يتيه بآيات النبي المعظم. عندنا هنا استفهامين، يعني يقول استفهم عما تحت الخط مرتين. الأول واجب عليكم بالتعليقات، سهل بس شوي ركزوا بي. زين، مسح حالة الواحد نفسه، جاوبون عليه بالتعليقات. هذا الأول. راح لكم النقطة الثانية، يتيه بآيات النبي المعظم. جواب، آيات النبي عاقل لو مو عاقل؟ غير عاقل. أكو طلاب حسب بالهم مش شافوا النبي قال هذا إنسان عاقل، أكيد هو النبي عقل العقلاء، ما نختلف عليه هذا، بس هو يقول بآيات النبي، الآيات هي شيء غير عاقل، هسه حتى من ناحية النحوية غير عاقل. زين، فالآيات شغلة غير عاقلة. زين، فشو نقول هنا؟ نقول بما، بعد ما هذا جبنا ما، صح لا مو صح؟ وجبنا الباء نفسه، سوينا الألف حذفناها، صارت بما، علمتكم عليها من ساعة، فصير بما، لأن يعني على غير العاقل، فنقول بما، بما يتيه. خلاص، ها، لا تنسون علامة الاستفهام مهمة ترى بالامتحان الوزاري، خافوا ينقصون عليها، فكتبوها ملاحظة بالدفتر، هاي علامة الاستفهام مهمة. زين، هنا كتبناها، هنا كتبناها، هنا كتبناها، هنا كتبناها. زين، فهنا نقول بما يتيه، وجاوبونا على هذا النقطة وين؟ بالتعليقات. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. انتظرونا بالمحاضرة الأخيرة، المحاضرة راح تكون حاسمة إن شاء الله لأسلوب الاستفهام. زين، ومثل ما استفدتم من هاي المحاضرة نشروها بين الطلاب، وبالتوفيق ومع السلامة.